الإدارة بقى التي تحكم الكرة أو الصناعة، صناعة كرة القدم. يعني الأهلي، الزمالك ربما على مقربة يصعب بس شوية، لهم ترتيب في الرانك العالمي واضح جدا، رقم كم مش ده الموضوع، لكن يذكر ليهم تصنيف، يحكى أن لهم تصنيف، موجودين. وبالتالي بقى عندنا، كنا نأمل الأول من أول المحترفين في العشرينات والثلاثينات، أيام ما كانت الدنيا ضلمة في كل العالم، كان مصر عندها محترفين في إنجلترا واسكتلندا، وفي الستينات كابتن صالح سليم رحمة الله في النمسا. والآن كنا بسعادتنا دي ما نفكرش في كلاس إيه أو أعلى ليفل. ذهب مو صلاح وعلى مقربة منه تريزيجيه، وأعتقد أن المناجم دي هنا في مصر اللي معطلها اللا إدارة. مش بقى المرة دي خلط الهواية بالإدارة، كنا بنستحملها شوية مقابل أجيال زي أجيال السبعينات والثمانينات، أتت بتحديثات رغم أنهم كانوا هواية أيضا، لكن ده المرة دي يبدأ أن هناك نوايا لمساعدة بعضهم البعض في فكرة الصناعة المحلية دي. اللي هو أسألك، نادي أحمد سمير بيكسب من أنت ومن تضرب لك سعر اللعيب؟ ما هو مفيش رقابة. أيوة. لا رقابة مالية ولا اللعب المالي ولا يحزنون. صحيح. فتقول لي أنا بايع شلتوت ب 80 مليون. لا يا صديقي، لا ده مكسب ولا ده سعر حقيقي ولا في ضرائب ولا في تنظيم حتى ما يسمى مدراء ووكلاء اللاعبين. أنا أتمنى حد يجيب صورة تعرضوها هنا وانت ماشي، زي ما بنشوف فلان وفلان محامي، فلان دكتور، فلان وكيل لاعبين، وكيل لاعبين وشركاء، وكيل وولده محمد لوكاله اللاعبين واشياء اخرى، البازا فندي، الفيلم العظيم ده بتاع اسماعيل ياسين، كل الكلام ده اولى بمن يدير كره القدم ان يذهب نحوه، بدل ما يترك قواعد الصناعه تضرب في القلب منها ترمزها ونتفرغ للمهاترات، ويتفرغ يعني لمهاترات اقل ما توصف بيه انها مهاترات. احنا انا خايف لاحسن نبدا نصدق ان الحكايه فيها ان